بالنسبة للحصيلة في البداية يعني يجب التنويه أن حصيلة حوادث المرور لسنة 2020 هي أحسن حصيلة للسلامة المرورية منذ سنة 1970. بالنسبة كذلك لعدد الحوادث وعدد الجرحى يعني المنحنى يبين بصفة جلية يعني هذا الانخفاض لمؤشرات الأمن المروري في الجزائر. بالمقارنة هناك انخفاض ب 46% بالنسبة لعدد الحوادث، 38% بالنسبة لعدد القتلى مقارنة مع 2015. مشروع مرسوم تنفيذي مع وزارة النقل وكذلك وزارة التربية الوطنية لإدراج هذه المادة، وبعد يعني راح نحدوا البرامج اللي راح تكون مسطة في إطار يعني المسار التربوي في جميع الأطوار. واني في لافاز ترانزيتوار هذه اي تقوم المندوبيه الوطنيه للامن في الطرق وكذلك مصالح الامن بعمل جواري على مستوى المدارس، وهناك يعني حصص انا يعني نقوم بها بانتظام على مستوى المدارس التربويه وذلك بالتنسيق مع مديريات التربيه الوطنيه.